محمد حمزة مواطن سعودي، الفن والإعلام عشقه، جاء من المدينة المنورة بحكم العمل وعمل في رئاسة الطيران المدني في جدة. يملك من الخيال والطموح في الدراما السعودية. طبعا بدأ مذيع أول شيء في إذاعة جدة، وبعد كده بدأ يكتب بالإذاعة جدة مسلسلات و يعني حلقات درامية. في واحدة من المسلسلات كتبها رفضت في الإذاعة، تقدم بها للتلفزيون، أوكي وافق عليها في التلفزيون. اجتهد حقيقة، كان يعمل من منزله. يعني محمد حمزة كفنان كان هو كاتب وممثل ومنتج ويعتبر مخرج منفذ، لسبب انه هو يعني زمان ما كان هو بيعمل من بيته، حتى في لغايه ما توفى رحمه الله عليه ما عنده مكتب. وزمان كانت صعوبه الانتاج انك انت بالتليفون وبالبريد كان يتواصل مع الفنانين العرب في العالم العربي، وحتى مع التلفزيون السعودي وغيره. عانى كثير كموظف، النجوميه لها دور. عندما كان يعمل في الطيران المدني كان في البعض انه عسى انت ممثل، فبدأوا يعني مضايقات له. استمر الى وصل الى مرحله قرر يا الفن يا العمل، قرر يضحي بالعمل وتفرغ للفن.